بعد البريك رجعنا لحتى نكمل نحن وانت المشاهدي سوبر تي في بفقراتنا المتنوعة لليوم. بفقرة حزيل النهر رح يكون موضوعنا اليوم عن الصليب المقدس. مثل ما نعرف بعد فترة أو بعد 10 أيام رح يكون عيد الصليب المقدس. الصليب عنا بالمسيحية هو علامة فخر، ولكن بالسابق بالوقت السابق عفوا كان يعتبر علامة للذل والإهانة، إلا أنه بعد ما انصلب عليه السيد المسيح صار علامة فخر. رح نعرف أكثر عنه بنقاط أخرى ونحكي ونتوسع حول الصليب المقدس مع الأب سليمان شالوحة، كاهن بأبرشية دمشق البطريركية بارخ مور أبونا. أهلا وسهلا فيك معنا عبر شاشتنا سوبورو تي في. شماه وبرو روحه حالي قاديش وحاضر له شاي وامين. اهلين وسهلا فيكم اختي الغاليه. انا كثير مبسوط اني يعني عم اتواصل معكم كل فتره وفتره، وبحب اقول لكم اني انا بفتخر كثير بهالقناه العزيزه على قلبي سوبر تي في. تودي ساقي ابونا، اكيد نحن سعيدين بالاكثر لوجودك معنا اليوم لحتى ننغنى روحيا حول الموضوع اللي رح نحكي فيه. مثل ما ذكرتوا رح يكون عن الصليب المقدس، ولكن بالبدايه ابونا نقدر نسمع منك قراءه من انجيل متى الاصحاح 27 من الايه 32 لل 42. نعم. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الانجيل المقدس بحسب ابينا القديس متى الانجيلي الاصحاح 27 الايه 32 يقول: وفيما هم خارجون وجدوا انسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه، ولما اتوا الى موضع يقال له جلجثه وهو المسمى موضع الجمجمه اعطوه خلا ممزوجا بمراره ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب، ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. ثم جلسوا يحرسونه هناك وجعلوا فوق رأسه علته هذا مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلبوا معه لصان واحدا عن اليمين وواحدا عن اليسار، وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص آخرين وأما نفسه فلم يقدر أن يخلصها، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. آمين. تودي ساقي أبونا. أبونا بعد ما سمعنا قراءة من إنجيل متى بالبداية تقدر تخبرنا وتحكي لنا أكثر عن اكتشاف الصليب المقدس؟ البداية أختي بعد أن تم إنزال جسد ربنا يسوع المسيح عن الصليب المقدس ووضعه في قبره الجديد، وضعوا الخشبات اللي كان عليهم صليب الرب يسوع المسيح والخشبات اللي كان عليهم اللصين وضعوهم بمغارة كانت موجودة بنفس المكان، وظلت هالمغارة مع فعل الزمن مطمورة لأنه اليهود تعمدوا أنه يلقوا هناك الأتربة والأخشاب وما كل شيء بيزيد عندهم يعني بحياتهم كانوا يلقوه هناك حتى يخفوا هالمكان هذا. بيقول التاريخ انه الامبراطور هادريان الروماني هنيك بنى بزمانه انه هيكل للزهره اللي هي كان يعتبروها حاميه لروما، ولكن بعام 326 وبمحبه وبطلب من الملكه الهيلاني ام الامبراطور قسطنطين الكبير هي طلبت من ابنها بعد ما هو كان حكى لها قال انه انا شفت علامه بالسماء علامه الصليب لما كنت عم بدي واجه اعدائي، وقالوا والصوت اجاني من السماء عم يقول لي بهالاشاره هي بدك تنتصر. فهي حكت له عن الصليب وحكت له عن الرب يسوع المسيح وحكت له انه كيف تعلق عليه وكيف ما زال الصليب موجود بالمكان اللي انصلب فيه ربنا يسوع المسيح. لذلك هو ارسل امه القديسه هيلاني مع حاميه من الجنود تقريبا حوالي 3000 جندي الى
أورشليم القدس، وطلبوا إنه هنيك يدوروا على خشب الصليب، ودوروا ما كان، يعني كان مضى وقت كبير، فكانوا هن استعانت يعني بهنيك بأسقف أورشليم، قال له نحن ما بنحسن يعني إنه نوصل مظبوط إلا ما في، بيقولوا هون في شيخ كبير بالعمر هو يهودي، وهو نقلا عن آبائه، وهو كان يعني آباءه ورجال دين في المجمع في المجمع، فراحوا لعنده وحكوا معه وتوسطوا عنده، قالوا له انه يعني انه نحن عم نبحث على خشبة الصليب، اذا بتعرف انت تساعدنا فيها. قال لهم ايه في مجال ساعدكم، وراحوا دلهم على المكان، المكان طلعوا كان هو تل من الاتربه وتل من الاخشاب وتل من الامور اللي يعني اللي كانت يستبعدوها من المدينه ويكبوها بالمكان، كانت هي استخدمت عمال وحفروا ولقوا عدة أخشاب، فشلون بدهم يعرفوا إنه مينها، إنه أين هي خشبة الصليب؟ بيقولوا التقليد الكنيسي إنه الكنسي إنه كان مارق جنازة، قامت الملكة طلبت منهم يوقفوا الجنازة، وقالت لهم بما إنه السيد المسيح أقام الموتى أكيد صليبه بده يقيم هالموتى، فحطوا عليه عدة أخشاب، ولما حطوا عليه خشبة قام هذا الميت، فقالوا تأكدوا انه هاي الخشبه هي خشبه الصليب. وبيقول كمان التقليد بالكنيسه، انا سمعت بالكنيسه القبطيه خطر احد الاباء الاساقفه عم يقول انه الخشبه الافقيه اللي كان معلم مسمرين عليها ايدين الرب يسوع المسيح، انه بيقولوا انه كيف بده يعرفوا انه كمان في كان اخشاب كثير كبيره، بيقولوا انه اسقف اورشليم كان في عنده احد الخدام مريض، فقال له انه هاتوا لهم، عم يحطوا الخشبات الافقيات عليه، وبالتالي هو طاب من مرضه وقام فورا. لذلك القديسه هيلاني جابت حرير من افخم انواع الحرير ولفت فيه الخشب المقدس اللي صليب ربنا يسوع المسيح، وحطوه بالهيكل بهداك الوقت او بالكنيسه بهداك الوقت، واقاموا فوق هالمغاره هي كنيسه القيامه، والمغاره اللي كان محطوط فيها الخشب يعني خشب الصليب المقدس هي ما زالت حاليا موجوده بالقدس. وهلا هو شكل قبر السيد المسيح اللي هلا موجود نحن بنشوفه، هو مو هذا، هو هنن بس حطوا الحجره اللي كان مسجع عليها جسد الرب يسوع المسيح فوق، طلعوها من المغاره وحطوها فوق، يعني اسهل بالزياره ومشان العالم كله تلاحظها. انما المغاره الاساسيه اللي كان فيها جسد الرب يسوع المسيح هي معنا حاليا مع كنيستنا، الكنيسه السريانيه الارثوذكسيه، وما زال نحن لحد هلا يعني انه يعني من ضمن املاكنا في القدس. تمام ابونا. ابونا كمان نعرف انه الصليب في له كذا رمز، وهو عم يرمز لكذا شيء، وايضا مفاعله، تقدر تخبرنا عن رموزه لايش عم يرمز الصليب المقدس وايش هن مفاعله؟ نعم. نحن كمسيحيين اختي بصوره عامه نحن كلياتنا تعودنا انه نرسم علامه الصليب على وجهنا وقت من في طبعا، وقت قبل ما ننام، وقت لما نتعرض لاي شده، وقت لما نتعرض لاي خطر، وتعودنا نحن يعني باراده او بغير اراده دائما نرسم علامه الصليب. نحن كمسيحيين الصليب بعقيدتنا المسيحيه هو رمز للخلاص، رمز للخلاص، نحن نفتخر فيه كثير، يعني مثل ما كانت الحي النحاسي بالعهد القديم هي رمز للخلاص إسرائيل من لسعات الحياة المحرقة، كان الصليب لنا هو رمز الخلاص من لسعات إبليس ولسعات الشيطان اللي هو عم يأذينا. الصليب نحن نفتخر فيه لأنه هو كان بهداك الوقت مثل ما قلت بالبداية أنه كان علامة عار وعلامة لعنة، ولكن رب يسوع المسيح حول هاللعنة والعار هاي جعلوا فخر لنا، لذلك نعلقه بصدورنا دائما. أبينا القديس بولس الرسول قال حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربي يسوع المسيح، ليش؟ لأنه الذي به صلب الرب يسوع المسيح عن العالم وأنا للعالم. بالعهد القديم نحن بما أنه نحن يعني أنه صليب الرب يسوع المسيح هو رمز الخلاص، نحن أخذنا من العهد القديم عدة أمور يعني رموز بترمز للخلاص. الصليب بالعهد القديم يعني في شيء بيرمز له، مثلا قوس قزح يلي ظهر بنهاية سقوط الأمطار يلي عملت طوفان نوح. الصليب بترمز له ورقة الزيتون اللي أحضرتها الحمامة بعد فيها طوفان. هالشيء هذا كله مدون بسفر التكوين صح 7 و8 و9. الصليب بيرمز له بالعهد القديم عصا موسى النبي
يلي مد على البحر وانشق البحر وعبر شعب الله بهذاك الوقت، وهذا بالخروج الصفحه 14 الصليب بيرمز له عمود السحاب وعمود النار اللي كان ماشي قدام بني اسرائيل بطريقهم، واخر شيء دخل بين اسرائيل وبين المصريين مشان ما يأذوهم قبل ما يقطعوا البحر الاحمر كمان بسبب 14. ومثل ما قلنا كون بيرمز للحي النحاسيه اللي كانت هي خلاص بني اسرائيل، هذا مكتوب بالعدد الاصحاح 21. اما بالنسبه لمفاعيل الصليب، نحن بافتخارنا نعتبر انه هو الصليب المقدس، تمت المصالحه بين الله والبشر من خلال شو؟ من خلال موت الرب يسوع المسيح على الصليب. نحن بنعرف بالبدايه انه بعد خطيئه ابينا ادم وخروجه من الجنه كان هو عم ينفذ امر ربنا، لانه قال له اذا بدك تاكل من هالشجره معرفه الخير والشر بدك تموت. ادم نفذ الامر وادم مات، بيقول الاباء المفسرين مات موتا ادبيا، يعني مات من الوجود مع الله ومات من نعمه الله بهذاك الوقت. ما قدروا الانبياء، كل الانبياء اللي اجوا ما قدروا يوصلوا ادم للمصالحه مع ربنا، وما قدروا يعملوا هالصلح بين السماء والارض، ولكن الصليب العظيم صليب ربنا يسوع المسيح علق عليه الرب يسوع المسيح نفسه هو اللي عمل المصالحه. احد الاباء القديسين قال كان صليب ربنا يسوع المسيح فوق الارض ويعني وتحت السماء، يعني معلق وبين الارض وبين السماء، حتى هو بمحبته يربط هالارض وهالسماء مع بعضهم ويعمل المصالحه بين الارض والسماء، وحول لعنه هالخشبه لانه كان كل اللي بيتعلق على الخشبه يعتبر ملعون، حولها لبركه، وحول هالصليب هذا لسلم، نحن ما فينا نرتقي للسماء الا من خلال هالصليب هذا. كل شيء اللي تقدسوا وكل شيء اللي تبرروا وكل شيء اللي صاروا اولاد الله بالنعمه وبالبركه، وكل شيء اللي وصلوا لملكوت الله السماوي وهن كانوا مرقوا بمرحله هالصليب هاي اللي هي مثل ما قلنا هي مرحله الخلاص، لانه الصليب هذا هو صار حقا يعني انه تعلق عليه هو الذبيحه الالهيه، هي ذبيحه ربنا يسوع المسيح الكفاريه اللي اجى لا يمحي هالصك الخطيئه وصك العداوه بينه وبين ربنا ويصالحنا معه، وبالتالي هو بهالمصالحه هي انتصر على ابليس، عمل الصلح بينه وبين ربنا ومحى الخطيئه الاصليه اللي نحن ورثناها من ابينا ادم وابننا حواء. تمام أبونا، بعد ما عرفنا عن رموز الصليب ومفاعيله أيضا، إيش هن أو إيش معناه الروحي للصليب؟ نحن عنا بالمسيحية أربع معاني، أو فينا نقول أربع معاني روحية لمعنى كلمة الصليب. معنى كلمة الصليب نحن عنا هو عمل الفداء اللي أكمله ربنا يسوع المسيح بموته الكفاري عليه، يعني الرب يسوع المسيح إجا مات معلقا مسمرا على الصليب العار حتى نحن يعطينا المجد ويعطينا الفخر ويعطينا الخلاص ويعطينا الاعتزاز بهالصليب هذا. أبينا بولس الرسول قال إنه برسالته لأهل كولوسي قال لم أعزم أن أعرف شيئا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، يعني الصليب هو عمل الفداء اللي ربنا يسوع المسيح قدمه علينا. كلمة الصليب كمان معنى الروحي له هو عمل المصالحة مثل ما قلنا تون اللي تم بين الأرض والسماء وتم بين ربنا وبين البشر. الصليب صالح السماء والأرض، الصليب صالح اليهود مع الأمم، الصليب صالح الكل لله بنفسه، لأنه هو ربنا يسوع عمل الصلح هذا بدمه اللي أهرقه على عود الصليب مثل ما بيقول أبينا بولس الرسول أيضا برسالته للكولوسي. الصليب صار لنا علامة انتصار، لانه ربنا يسوع المسيح بتعليقه على عود الصليب جرد كل رئاسات الروحيه، القوات الروحيه عفوا قوات الشر الروحيه اللي هو ابليس وجنوده كلهم جردهم من سلطتهم، وكان هو صفر بيهم وفيهم، وبالتالي هو ما عاد انه يقدروا هن يضرونا بقوه صليب ربنا يسوع المسيح. بالصليب هذا اللي نحن انتصرنا على خطايانا، وجردنا محاصق الخطايا ومحاصك إدانتنا، شلون محا بالمسامير يلي كان مسمر فيها على عود الصليب. الصليب اللي كان هو موقع يعني المعنى الروحي القوي له أنا برأيي هو تجلي قوة الله وحكمة الله من خلاله. إنه كيف هالشي صار؟ إنه السبب اللي خلى آدم يطلع فيه من الجنة ربنا حب يعالجه بطريقة
بطريقة حكيمة جدا جدا وبطريقة قوية جدا جدا حتى يرجع آدم للمكان اللي كان فيه. الصليب إنه بعث ربنا ابنه الوحيد. بيقول أبينا القديس يوحنا الإنجيل: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من به، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني ربنا كتر ما بيحبنا أعطانا هالصليب هذا اللي هو قوة عظيمة. بعت ابنه تجسد من العذراء مريم بقوة فوق العقول يعني ما بيقدر الإنسان يتصوره، وتعلق هو على عود الصليب حتى يعني إنه كيف يعني ربنا إنه ضحى بابنه الوحيد، يعني ضحى بكلمته من شان صالحنا معه. يعني حكمة الله بالتالي هي اتفسرت بقوة الله إنه على عود الصليب، إنه هكذا أحب الله حتى بذل ابنه الوحيد. يعني ربنا بعث ابنه الوحيد بدله من أجل خلاصنا. هالحكمة هاي وهالقدرة هاي ما كان حدا بيحسن يفكر فيها غير ربنا، لأنه ما حدا يعني ما حدا بيقدر أو ما حدا بيريد إنه يضحي بابنه أو يضحي بشيء يملكه، بالتالي هو ضحى بابنه الحبيب من أجل يعطينا الخلاص. صحيح أبونا. أبونا كمان إذا بدنا نحكي ونتطرق للكنيسة، الكنيسة شلون حملت الصليب؟ وكمان إذا بدنا نحكي عن التاريخ اللي حطته، ليش حطت مثلا 14 أيلول الاحتفالية بعيد الصليب المقدس؟ الكنيسة حملت الصليب من بداية حياتها، والصليب ما بيعتبر أنه فترة حقبة معينة من حياة الكنيسة، هالفقرة هاي مضت وانتهت، لا، الصليب هو حاضر بحياة الكنيسة وحاضر بمستقبل الكنيسة وحاضر بحياة الكنيسة كلياتها. الكنيسة احتضنت الصليب من بداية حياتها وانتصرت فيه على قوى الشر، كل شيء قوى الشر اللي واجهتها، كانوا قوى الشر الزمنية وكانوا قوى الشر الروحية. وربنا يسوع المسيح هو عطى الكنيسة هالشيء، يعني قال لتلاميذه أن من أراد أن يكون تلميذا لي فليحمل صليبه ويتبعني. أنه كل واحد لما ربنا أرسل تلاميذه 70 أو تلاميذه 12 لا يبشروا، قال لهم أنه كل واحد منكم بده يحمل صليبه ويطلع يبشر، كونوا مثل حملان بين ذئاب، قال لهم كونوا أنه أنتوا صورة الوداع، احملوا صورة السيد المسيح معلمكم البسيط المتواضع. هذا الحمل هو حمل الله اللي بده يرفع خطايا العالم. قال لهم أنه ما تكونوا مثل الذئاب اللي هي عم ترمز للقدر وعم ترمز للشر، انه طبيعه كنيسه الرب يسوع المسيح اللي هو اسسها من الاول اللي حملت صليبه المقدس هي الوداعه والمحبه والتواضع. وهو ربنا قال عنه نبي اشعياء قال انه ربنا يسوع المسيح لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، قصبه مرضوضه لا يقصر وفتيلة مدخنة لا يطفئ. يعني حب ربنا يسوع المسيح أنه يطلب من تلاميذه أن يكونوا كلهم وديعين متواضعي القلوب اتجاه هو الشر اللي كانت بهذاك الوقت اللي كانوا الوثنيين واللي كان اللي يعني كان في أشرار كثير. الكنيسة حملت الصليب متجردة من كل مقتنياتها، لأنه ربنا يسوع المسيح أوصاهم أنه قالوا لا تقتنوا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مسودا للطريق ولا عصا ولا ثوبين. يعني انه قال لهم انتم لا تاخذوا معكم اكل انا بقيتكم، لا تاخذوا معكم شرب انا بشربكم، لا تاخذوا معكم يعني ثوبين انا لا تاخذوا معكم عصا انا بحميكم. يعني حب ربنا يسوع المسيح تتجرد الكنيسه من كل هالمقتنيات العالميه الفانيه هاي، انه ما لانه ما يكون عندهم شيء، لانه يكون هو اللي هو كل شيء لهم، هو كل شيء للتلميذ، هو كل شيء للكنيسة، إنه وقت اللي عم يطلب ربنا إنه مننا أن نتجرد من كل شيء نحن، حتى أبسط الأمور اللي نحن يعني ما فينا نحن نبتعد عنها، حب ربنا يسوع إنه يقول إنه هاي ما بتهمكم أنا موجود معكم، هذا الشيء كله بسيط. وأبينا بولس الرسول بيطلب مننا بيقول برسالته إلى أهل الرومية بيقول البسوا الرب يسوع المسيح. نحن نلبس الرب يسوع المسيح دائما حتى نكون نحن ناخذ قوه منه. الكنيسه حملت الصليب لانه هو مشابه لصوره ابن الله. القديس بولس الرسول بيقول انه اللي بيحبوا الرب يسوع المسيح هم مدعوين حسب قصده بيكونوا مشابهين لصوره ابنه اللي هي صوره الوداعه وصوره المحبه.
وصوره تحمل الالم اللي لانه ابنه صار بكر بين يعني بالبكر يعني بكر الشهداء وبكر المتالمين. وبالتالي كمان ابينا اشعيا النبي تنبأ عن السيد المسيح انه هو رجل الام ورجل احزان مختبر للحزن، وهاي الصفه اللي ربنا يسوع المسيح نزل من شانها، انه الرب يسوع المسيح تجسد من اجل فداء البشر، والفداء ما تم الا من خلال الالم ومن خلال الصليب. واذا كان السيد المسيح علمنا انه قال انه ليس التلميذ افضل من معلمه ولا العبد افضل من سيده، نحن راح نتبع خطى ربنا يسوع المسيح حتى نكون نحن مثله بكل شيء، لانه مثل ما قلت انه هو يعني حمل الله اللي اجى يعلمنا التواضع والمحبه وعلمنا انه نحن نسير بهالطريق هذا قد ما نتحمل من صعوبات ومن الام ومن احزان. تمام. أبونا، خلال حديثك وخلال حديثنا قلنا أنه الكنيسة هي اللي حملت الصليب من البداية، والصليب كان بحياتها من البداية. إذا هلأ بدنا نحكي ونعرف أكثر عن الصليب بحياة الرب يسوع. إذا كان أبينا مثل ما قلنا أول، أبينا النبي إشعياء تنبأ عن السيد المسيح قال أنه رجل أوجاع ومختبر حزن. هالآلام هاي ربنا يسوع المسيح كثير تألم فيها وكثير حزن، كان ببستان جثثماني. لكن السيد المسيح إذا نحن استقرأنا أو قرأنا بالكتاب المقدس نعرف أنه من بداية حياة الرب يسوع المسيح أنه كان في بحياته آلام وفي بحياته حزن. السيد المسيح منذ ولادته أنا بحسب أنه كان محطوط بالصليب، يعني ما احنا عم نقول الصليب هو الألم والحزن، كان هو من بداية حياته محتضن هالصليب هذا. انه بالبداية نرى الصليب بمولد السيد المسيح، بميلاد السيد المسيح، وقت اللي ولد بمكان فقير، بمكان بسيط، بمذبحة لا موجود، بمغارة عايش فيها الأغنام وعايش فيها البهايم، ما له مكان، كان محل ما ولد السيد المسيح ما له مكان في البيوت يقعد، كان يوسف ومريم لذلك أمه وولدته في المكان المتواضع. الصليب بنشوفه في حياة ربنا يسوع المسيح وقت اللي صارت مذبحة أطفال بيت لحم، وكان السيد المسيح يعني معرض للذبح بهذاك الوقت. الصليب في حياة ربنا يسوع المسيح في هروبه لمصر، قديش أمه تحملت وقديش هو كان موجود معها وقديش تحمل بالطريق لحتى وصل لمصر هربا من هيرودس اللي كان هو أرسل جنوده حتى يقتلوه. وبالتالي أبينا القديس بطرس يلخص لنا أنه مسلك حياة أو مسيرة حياة السيد المسيح واحتماله كل الآلام برسالته الأولى بيقول لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. الرب يسوع المسيح مشان يعلمنا يعني هالصعوبات هاي يعطينا أنه نحن نحتمل الآلام كل شيء بيصير علينا بهالحياة. قال إنه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إن كان السيد المسيح إنه هو طلب مننا هيك، نعرف إحنا بحياة السيد المسيح إنه هو الإله، هو أحد الثالوث القدوس، نزل من السماء متواضعا وأخفى ذاته وأخذ صورة العبد، أخذ صورتنا نحن ونزل حتى هو يحمل الصليب وتقدم لا يوحنا المعمدان حتى يعتمد منه. يعني ربنا يسوع المسيح أخفى لاهوته وأخذ صورة عبد، أخفى لاهوته راح لعند يوحنا المعمدان لا يعبده، وكمان أخفى لاهوته وقت اللي خضع للتجربة اللي جربوا إياها إبليس، وكمان أخفى لاهوته وقت اللي قعد يوعظ على الجبل. بالبداية طوب ومدح المساكين بالروح والحزانة والجياع والعطاش، وكان الرب يسوع المسيح محتضن هذا صليب الألم وصليب الحزن وصليب التواضع والمحبة مثل ما قلنا، لأنه مثل ما وصفه تول مثل ما حكينا وصفه أبينا إشعياء أنه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. تمام أبونا. أبونا كمان بدنا نحكي عن رسمة الصليب، أو لما نحن عم نرشم الصليب ومثل ما ذكرنا بحديثنا وذكرت كمان أنه رشمة الصليب أو رسم الصليب هي عادة أين ما عم نروح، أو مثل ما ذكرت كمان كل ما نفيق الصبح عم نرسمها، إلى
ايش عم يعني ايش معنى هذا الشيء، او في إله شيء معنى، ولا انه بس عادية؟ نحن تعلمنا من آبائنا طبعاً أنه نرسم علامة الصليب يعني بكل وقت وبكل دقيقة من مراحل حياتنا. صحيح. هلا بالبداية هو نحن لأنه نرسم علامة الصليب لأنه نحن نؤمن بقوة الصليب العظيم. نحن نؤمن بقوة الصليب العظيم اللي نحن عم ناخذها من الفادي اللي تعلق على عود الصليب هذا. رسم علامة الصليب بذكرنا بفداء السيد المسيح بسبب دمه الثمين على خشبة الصليب. واحد. اثنين، رسم علامة الصليب نحن وقت المتعرض لخطر ونشعر انه في قوة روحية عم تواجهنا نرسم علامة الصليب، لأنه علامة الصليب هي مرعبة جدا للشياطين، لأنه مثل ما حكينا تو السيد المسيح جرد قوى الشر الروحية من كل سلطان وقت اللي كان متعلق على الصليب. رسم علامة الصليب بذكرنا بالتضحية الكبيرة وبذكرنا بالأحداث العظيمة اللي جرت وقت صلب ربنا يسوع المسيح. رسم علامة الصليب نحن بنرسمها على الأكل وعلى الشرب حتى تتبارك. رسم علامة الصليب بذكرنا بموت السيد المسيح وبقيامته، أو بولادته بموته بقيامته، يعني بالمجمل بذكرنا يعني بالثالوث الأقدس وبذكرنا بالعمل الفدائي اللي قدمه ربنا يسوع المسيح. رسم علامة الصليب يعني بذكرنا بالبركة اللي حصلنا عليها نتيجة صلب الرب يسوع المسيح عليه. نحن تعلمنا من أبائنا نرسم علامة الصليب من الجبين إلى البطن ومن الكتف الأيسر إلى الكتف اليمين. نقول نزل من السماء وحل بإحشاء العذراء ونقلنا من الظلمة إلى النور. آمين. هاي رسالة ربنا يسوع المسيح، وهاي الرسالة الخلاصية اللي اشترك فيها الثالوث القدوس الآب، أرسل كلمته من السماء لحل بإحشاء العذراء، والروح القدس كان حاضر ونقلنا بقوة الروح القدس أيضا وبقوة صليب ربنا يسوع المسيح إلى من الظلمة إلى النور. ونقول آمين. آمين. كمان أبونا بسؤال آخر، الإنسان المؤمن أو نحن كأشخاص عم نروح للكنيسة وكمؤمنين، شلون نقدر نستخدم الصليب بالكنيسة وأيضا بحياتنا اليومية؟ الصليب بحياتنا اليومية المفروض يكون هو نهج لحياتنا. نحن دائما نتكل على الصليب. أنا في 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 عندي قول أو أكثر من قول للقديس أثناسيوس الرسولي، بيقول أعطانا السيد المسيح الصليب سلاحا نافذا في النار والهواء والماء والأرض، ولا يحجبه شيء ولا قوته لا تقاوم، تهرب منه الشياطين متى رسم به عليها. الصليب هو لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم ويجرون إلى حيث يرون رسمه ليعينوا من يرسمه. الصليب ما بيخيب إنسان عم يرسمه بقوة وعم يرسمه بثقة وعم يرسمه بإيمان. علامة الصليب هي قوية للي بيكون مؤمن بقوة فعالية الصليب. علامة الصليب قوية للي بيكون مؤمن برسالة هالصليب وبيكون مؤمن ببركة هالصليب. النعمة الإلهية بتعين الشخص اللي بيرسم هالصليب بقوة وبيرسمه بإيمان. أما الإنسان اللي بيفقد إيمانه بهالصليب هذا أكيد ما رح يحصل على المفاعيل ويحصل على النعم اللي يأخذها نتيجة رسم علامة الصليب. نحن بالكنيسة الكاهن اللي بيكون عم يقدس بيستعمل الصليب كل شيء هو بالقداس. بالقداس الإلهي بيتم رسم الصليب على الخبز والخمر 18 مرة، بيتم رسمه 3 مرات وكل مرة بيرسم فيها 6 مرات، 6 مرات على الخبز وست مرات 3 مرات على الخبز وثلاث مرات على الخمر، يعني 3 مرات بيصيروا عنا 18. نحن وقت اللي بنقعد نذكر حادثة عشاء الرب بنرسم 3 صلبان على الخبز وثلاثة على الخمر. وقت اللي الكاهن بيصير بسر مرحلة بسر الاستحالة كمان بيرسم 3 صلبان على الخبز وثلاث صلبان على الخمر. وقت اللي أثناء القصي والرشم بيرسم 3 صلبان على الخبز وثلاث صلبان على الخمر بيصيروا 9 و9 بيصيروا 18 صليب. وبيرسم كمان الكاهن كل
بركة بده يعطيها للشعب، بيرسم الصليب على نفسه 3 مرات وبيرسمه على صحيح. الشعب 3 مرات، وبالتالي إذا حسبناهم كلياتهم نحن بيصير عندنا الكاهن بيرسم علامة الصليب بالكنيسة بالقداس الإلهي 36 مرة. تمام. كمان أبونا إذا بدنا نحكي عن جملة تحت ظلال الصليب، إيش نقدر نفهم أو إيش معنى هاي الجملة أو العبارة؟ هي تحت ظلال الصليب، انا يعني حطيت هي جبتها انا من تامل اخذته من احد الاباء الاساقفه الاقباط، كان هو عم يتامل بعظمه الصليب هيك وعم يتامل يعني بسمو الصليب، قال ايها الرب الاله الذي احبنا وحبه خلاصنا من الموت بقوة التجسد والفداء على الصليب. نشكرك يا رب على محبتك وخلاصك، ونؤمن بأبوتك وحنانك وفدائك المعلن لنا من خلال سر التجسد العجيب، ونعترف بقوة صليبك المعلنة لخلاصنا فيه وبه. وبيقول إن كلمة الصليب عثرة للبعض وجهالة للبعض الآخر، يرفضها الجهلاء غير عالمين عظم المحبة المعلنة في الصليب، أن يموت البار من أجل الأثمة، أن يموت البار لأجل أن يعطينا الخلاص، معلنا حبه للبشرية مريدا أن يحتضنها ويقدمنا قربانا لله أبيه. الصليب نؤمن به ونؤمن بالمصلوب به وننادي به، وبه نهزم قوى الشر والشيطان والعالم، وبإيماننا بالفداء سنصل للقيام من الخطية والضعف والحزن والفشل لنصل إلى قوة الصليب إلى قوة القيامة بهذا الصليب العظيم. ومنقول للربنا يسوع المسيح، يا ربنا يسوع المسيح، أنه نحن بإيماننا فيك، بإيماننا بصليبك، نؤمن بتواضعك وبمحبتك وبفدائك إلنا على الصليب، ونعرف يا رب كيف أنت علمتنا أنه الإنسان يبذل نفسه من أجل الحب، من أجل كل أحباء، يبذل نفسه أنه ينتصر على الذات والشهوات حتى بالتالي هو ينتصر على الشيطان. منقول له يا رب أنت غفرت للمسيئين لإلك، وأنت على عود الصليب، هذا على عود الصليب يعني صليب الألم صليب الحزن، أنت غفرت لأساءوا لك وقلت يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. علمنا يا رب أنه نحن كمان نجاهد ضد الخطية، علمنا يا رب أنه نحن كمان نقدر نقول لا الخاطئين إلنا يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، حتى نحن نستحق أنه نكون معك بملكوتك السماوي، وحتى نعرف أنه دائما أنه صليبك هو القوة وهو الفداء اللي نحن عايشين فيه في حياتنا. آمين. أبونا بعد ما عرفنا أكثر عن الصليب وبنقاط كتار ناقشناهن معك وعرفنا أكثر عنن وعن الصليب المقدس، بكلمة أخيرة تحب تختم فيها حديثنا وموضوعنا لليوم لكل الأشخاص اللي عم يشوفونا ويتابعونا عبر شاشتنا سوبارو تي في؟ أنا بالنهاية بحب أقول لكل أخ مسيحي أنه نحن ربنا يسوع المسيح تجسد من عليا سماؤه حتى يعطينا البركة وحتى يعطينا القوة بصليبه المقدس، وحتى نحن نكون دائما منتصرين فيه. نحن نتعلم من ابائنا القديسين اللي كان الصليب هو القوه والمجد لهم، اباء الكنيسه العظام اعتادوا انه يبنوا الكنائس على شكل الصليب المقدس. كنيستنا كاتدرائيه مار بطرس وبولس بمعرض سيد نايف دير مار فرام هي مبنيه على شكل الصليب المقدس. أقول أنا أنه نحن لازم يكون دائما الصليب موجود بحياتنا، نحن ما يعني ما نخفف من قيمة هالصليب وما نعود حالنا أنه دائما نحن ما صلنا، لازم نعود حالنا نصلب بكل وقت ونصلب من كل وقت بكل دقيقة، ونطلب من ربنا يسوع المسيح اللي تعلق على عود الصليب أنه هو يعطينا الغلبة، لأنه سلاح الغلبة هو صليب ربنا يسوع المسيح، ولا يمكن أنه نحن ننتصر بشيء إلا بقوة الصليب العظيم مثل ما قلت، اللي مأخوذ هي من الرب يسوع اللي تعلق على عودها الصليب. بالختام أحب أشكرك أبونا أكيد لوجودك معنا اليوم ولأغنائنا روحيا أكثر حول هذا الموضوع. تودي ساقي أبونا.
تودي المريو، شكرا للقائكم وشكرا لمحبتكم، وقوة صليب ربنا يسوع المسيح تكون معكم إلى الأبد. آمين. آمين. تودي ساجي. مشاهدي سوبر تي في وصلنا للختام. على أبو سليمان شالوحة، عرفنا أكثر عن الصليب المقدس ورموزه ومعانيه، وليش نحن دائما بحياتنا اليومية اعتدنا أنه نرسم الصليب المقدس، ونقاط أخرى كتار ناقشناهن. أكيد نتشكره لوجوده معنا اليوم. فقرات كتار عم يستنونا، رح نكملها نحن وأنتن، لكن بعد ما نرجع من البريك.